كابتن محمد يوسف المدير الفني الاهلي، ماذا تعني هذه الاحتفاليه بالنسبه ليك والجهاز الفني واللاعبين؟ طبعا احتفاليه جميله وشرف للجهاز ان احنا نكون موجودين النهارده في احتفاليه زي دي. اول مره كاس عالم يجي في النادي الاهلي، كاس عالم الانديه، وبالتالي طبعا احتفاليه جميله. نتمنى ان احنا نكون عندنا الاحسن على طول ونجهز الاحسن، ونبقى يعني عايز اقول النادي الاهلي يظهر في جميع المؤتمرات او حتى البطولات بشكل احسن. النهارده التنظيم كان رائع، وبشكر اللجنه المنظمه اللي اشرفت على هذا العمل، بذلوا مجهود كبير جدا ان يخرج بالشكل الجميل ده. اللي عايز اقوله كمان ان شرف لاي لاعب سابق او مدرب اشتغل في النادي الاهلي انه يكون منتمي لهذا الكيان. النهارده تشعر بالفخر مندوب الفيفا وكل الساده الحضور، كان الشكل جميل. يعني ما اقدرش اقول لك اوعدك بحاجه او اوعد بمركز معين، لكن احنا نبذل اقصى ما في وسعنا ان احنا نعمل كره كويسه، نقدم مركز كويس، نحاول ان احنا نعبر عن الكره الافريقيه كبطل لافريقيا.